مرة أخرى. الحديث متواصل بالتأكيد على كأس العالم للأندية ومشاركة الأهلي في هذه البطولة. كلام عن وجود حالات جديدة لفيروس كورونا داخل معسكر النادي الأهلي، الكلام ده دلوقتي بيحصل في السوشيال ميديا، دي مش معلومة ودي مش أخبار مؤكدة، أنا بقول لكم بس اللي بيحصل على السوشيال ميديا وإحنا في إطار التأكيد من هذا الأمر. ناخد من قطر زميلنا الناقد الرياضي أستاذ شادي صبرة يطمننا على حال النادي الأهلي، وهل فعلا في حالات جديدة جوه معسكر النادي الأهلي؟ يا رب ما يكونش ده موجود. أستاذ شادي صباح الفل على حضرتك. طبعا الفل عليك يا كريم وسعداء بيك وإن شاء الله يوم سعيد عليك وعلى كل الأهلاوية. طبعا احنا في الأول قبل كل شيء بحب أحييك على البرنامج والتطوير اللي ظهر فيه في الفترة الأخيرة. شكرا. بشكل يعني بيسعدنا ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. اشكرك يا شيخ. بالنسبه للاخبار المتداوله اخيرا بخصوص الحالات الايجابيه او الكلام دوت وهو غير صحيح تماما. عظيم. حتى امبارح بالليل الفريق عمل مسحه طبيه ثالثه منذ وصوله. وكل البعثه تقريبا سلبيه، تقريبا ما فيش ولا حاله ايجابيه. ومش الاهلي وبس الحقيقه، يعني حتى الان كان في تصريح من مستشار وزاره الصحه امس بالليل اكد فيه على ان تم اجراء 1500 مسحه طبيه لكل الفرق والقوائم المشاركه في البطوله. عظيم. ولم تكن هناك اي حاله ايجابيه ما بين جميع اللعيبه في كل الفرق المشاركه. لكن حتى الان طبعا الامور جيده والامور في حاله اطمئنان داخل البعثه. وان شاء الله غدا صباحا هيتم في مسحه رابعه هتكون هي المسحه الاخيره قبل مباراه الدحيل يوم الخميس القادم ان شاء الله. شادي الاجراءات طبعاً الاجراءات الاحترازيه والاجراءات الصحيه اللي انت شايفها في معسكرات الفرق واللاعبين شايفها ماشيه بشكل كويس، شايفها ماشيه بشكل ذكي ومحترف، ولا شايف اي ثغرات في هذا الامر؟ الحقيقه الكل ملتزم، الحقيقه في اجراءات احترازيه يعني فوق الوصف، يعني مشدده جدا ليس على اللعيبه فقط او على الفرق المشاركه فقط ولكن على مستوى الجماهير. يعني حتى الجماهير الحقيقه اي حد معاه تذكره ومش هيقدر يحضر المباراه الا قبل ما يعمل تحليل بي سي ار قبل 72 ساعه من حضور المباراه، مش هيقدر يدخل الملعب الا بالتحليل. فطبعا في اجراءات مشدده طبعا والكل ملتزم بيها. بالنسبه للبعثه النادي الاهلي فحتى الان في نمو مبشره جدا وفي حاله من الاطمئنان وفي حاله من التفاؤل وسط الجميع، خصوصا بعد تمرير الصفوف وبعد الاجتماع اللي حصل اخيرا ما بين مدير الفريق سيد عبد الحفيظ ورئيس الجهاز الطبي الطبيب احمد ابو عبله، حيث يعني كان تم التركيز على حاله المصابين وتم الاطمئنان على حاله محمد هاني وحسين الشحات بعد الاصابات اللي جاتهم، لكن مشاركتهم الاخيره في الدوري الاخير رفعت من معنويات الفريق. انا عايز اقول ان جماهير الاهلي هنا يعني عندها حاله من التفاؤل وعندها سقف طموحات عالي جدا وفرحانه جدا من وجود الاهلي هنا ومشاركته في كاس العالم للانديه. طبعا. لكن التصريحات الاخيره للاعيبه الاهلي بتاكد ان اللعيبه عندها شعور ثاني وعندها هدف ثاني وعندها طموح اكبر من الطموح اللي موجود عند الجماهير. التصريحات الاخيره لمحمد الشناوي لموقع الفيفا اكد فيها ان الهدف الاهلي هدفه تحقيق رقم قياسي، هدفه اللقب، هدفه ليس فقط تخطي الدحيل بل تخطي الدحيل ومواجهه بايرن ميونخ والوصول وتحقيق رقم قياسي للكره المصريه والرياضه المصريه. طبعا. ده تصريح بياكد الحاله اللي موجود فيها لعيبه الاهلي والاصرار اللي موجود في حاله اللاعب اللي موجود عند لعيبه الاهلي. وانت عارف يا شادي هم اللاعبين والفريق بشكل كامل، الفرقه كلها، البعثه كلها رايحه بهدف كبير هو تمثيل الكرة المصرية بشكل رائع. زميلنا المميز شادي صبرة الناقد الرياضي من قطر، أنا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا.